يقول: جئت من مصر لأداء العمرة وأحرمت من الباخرة ونزلت جدة لكي أذهب إلى مكة، ولم أتمكن من الوصول إلى مكة وذلك لظروف طارئة، واضطررت لفك الإحرام وذهبت ثاني يوم لأداء العمرة، فهل علي فدية؟ أفيدوني مشكورين. ليس عليك فدية لأنك جاهل، وفكك الإحرام بدون عذر شرعي يبيح لك التحلل لا ليس له أثر. وعلى هذا فالواجب عليك في المستقبل إذا أحرمت بعمرة أو حج أن تبقى حتى تنهي العمرة والحج وتتحلل منهما، إلا إذا حصرت بمانع شرعي يبيح لك التحلل فحينئذ تتحلل وتذبح هديا لتحللك، لقول الله تعالى: فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. بارك الله فيكم.